الحياة مع البحث والتجريب فيها عرق وتصميم وكفاح وأحياناً متعة. مع المهندس حسام الدين محمد، أهلاً بيك في نبض الشارع. أهلاً وسهلاً باشمهندس. إحنا قدامنا نموذج لنماذج روبوكون. إيه روبوكون؟ هي روبوكون هي مسابقة منشأها آسيوي، طبعاً مصر بتشارك فيها والحمد لله كل سنة. بيطلع الفريق الأول بيسافر للبلد اللي بتنظم المسابقة بحيث إن هو بيمثل مصر في المسابقة دي. هي مسابقة بتعتمد على الروبوتس وتختلف من سنة للتانية. مسابقة الروبوكون إيه فايدتها لطالب الهندسة؟ هي بتحمل معاني كثيرة صراحة، يعني بداية من اللي بيتعلمه للي بيحاول فيه، بينقل بقى خبرته اللي خدها وخبرات سابقة كمان تقدر تساعده بحيث إنه يطلع بنموذج حي للتاسك اللي مطلوب منه أو الهدف اللي كان مطلوب منه في المسابقة الحالية. إزاي حياة الباحث، وبنتكلم هنا عن طالب كلية الهندسة، بتتحول إنه بيبقى مسخر نفسه للمشروع النهائي بتاعه؟ شاركت في روبوكون 2006، فأنا كنت حاسس التجربة دي، وفي نفس الوقت أنا قدامي تاسك المفروض أعملها وأخلصها في وقت معين، مسابقة أولية ومسابقة تانية، فكان الموضوع هو بيبقى استرس شوية، بس يعني بنطلع في الآخر في حاجة احنا بنلاقي كمان اللي احنا درسناه هو اللي بيحصل قدامنا، فده بيبقى يعني محاكاة للواقع اللي احنا كنا فيه. المواد اللي بتنفذوا بيها المشاريع والنماذج سهل تجيبوها؟ الحمد لله احنا بنلاقي الحاجات، وفي نفس الوقت لو ما لقيناهاش بنحاول نستوردها من بره بحيث ان احنا ندي نفس الكفاءة اللي احنا عايزينها. مسابقات الروبوكون في محلية وعالمية. المسابقات المحلية، المناخ اللي بتتم فيه بيسهل المسألة عليكم ولا لا؟ هي كل حاجة ليها رولز، فانت مرتبط بقواعد وداتا جايه لك، فانت المفروض بتنفذها. هي الموضوع معروف من الجميع، مجرد تنفيذه، مجرد اللي انت بتخلص الحاجه بتاعتك، فالموضوع مش اللي هو صعب بالنسبه لنا هنا. والصراحه بره كمان يعني بنلاقي في مساعدات كويسه اول ما بنسافر هناك الحمد لله، لما بناخد مراكز هنا. ايه اكتر منافسه عالميه شاركت فيها كانت صعبه بالنسبه لك او حسيت انها ضاغطه عليك؟ الصين كان من ضمن المنافسين اللي فعلا لقيتهم عندهم امكانيات كويسه، ماتيريالز موجوده بسهوله. هي دي الناس اللي حسيت لا دول عايزين ينفذوا حاجات اسرع وتقنيات اعلى، وتوفر مواد خام وتوفر حاجات كتيره عندهم بتسهل لهم ان سرعه التعامل مع الروبوت. حاله الوفره دي بره، ونقدر نقول انها مش موجوده هنا الى حد ما، بتأثر عليك وعلى أدائك أنت إزاي؟ هي بتعطلني شوية الصراحة، يعني بستنى حاجة هجيبها من بره، بستنى حاجة مش موجودة في السوق المحلي، فعنصر الانتظار بيخليني ده أنا لو عملت الموضوع ده أسرع أكيد كنت هجرب وأعرف الغلط فين وأقضي صح ولا غلط. إن أنت عنصر التجربة عندك ده عامل أساسي. حالة المنافسة بتفرض في الروبوكون إنك تتعامل ضمن فريق. طبعا بتوزع المهام بتاعتك على اكتر من واحد، فاولا بتتيح فرصه للمستخدم الواحد ان هو يركز في الحته دي، يعني في النقطه بتاعته بس عشان الفريق بتاعي ينجح، فبتخليك انا عايز ادور بسرعه واعمل حاجتي بسرعه عشان احقق الهدف اللي قدامي. فدي من ضمن الحاجات اللي بنلاقيها في روح الفريق اللي موجوده. المنافسه الشريفه، التعاون، الابداع، الى اي مدى انت شايف انها ممكن تتحقق في حياتك العمليه لما تواجه العالم؟ انت بتعتمد على الحاجات دي في مبدأك او شغلك، بتلاقي ان انت تقدر فعلا تواجه العالم او تواجه المشكله اللي قدامك بعنصر الحريه، فالموضوع بيبقى ايجابي عشان انت بتحسه خلال شغلك، وبنفس الوقت بترتب عليه حياتك اللي باقيه، فده شايفه حاجه كويسه لمستقبلك. انت متفائل مناخ البحث العلمي في مصر هيساعدك انك تنفذ كل افكارك؟ انا اامل هذا، يعني هي كانت بداية كويسة ان انا ابتدي في عملية البحث وكده. يعني هو طبعا في صعوبات بتقابلني شوية صغيرين، ولكن في نفس الوقت بلاقي امل، بدور على حاجة احسن. ايه اللي بيخوفك من العالم الواقعي خارج اسوار البحث والجامعة في عالم المنافسة؟ يعني المنافسة طبعا زي ما قلت في الاول، الامكانيات، توفر المواد الخام وتوفر
الكومبوننتس بتاعتك بمعنى اصح، او المكونات اللي بتلاقيها بتساعدك على بناء مشروعك او عمل البحث الكامل بالنسبه لك، دي من احدى العوامل اللي بتاثر جدا في اتمام العمل او لا. بتخاف ان حد يسرقك او يسرق فكرك؟ بحس الموضوع ده ابتدى ينتشر او يعني بقى موجود كتير، لكن الحمد لله لحد دلوقتي هي ما صادفتنيش، لكن عنصر التخوف بيبقى موجود. بتعمل ايه عشان تحمي افكارك؟ زي ما انت عارف ان في حقوق الملكيه الفكريه، دي من ضمن الحاجات اللي احنا بنلجأ ليها بعد ما بنخلص البحث بتاعنا او كده، بحيث ان احنا انت عملت الشغل ده وتعبت فيه ونتاج عملك ان هو يتحفظ لك في المكان ده، بحيث ان لو يعني لا قدر الله فرصة ان حد تاني اقتبس الحاجة بتاعتك، لا في مكان انت ثابت فيه حاجتك. مهندس حسام الدين محمد، شرفتنا في نبض الشارع. شكرا لصحيتي.